قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالات الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قاد تدريبات الفريق البحريني للترايتلون والذي يستعد لخوض غمار بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي تستضيفها البحرين في 25 من نوفمبر الجاري. وأجرى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حصة تدريبية بالدراجات الهوائية بالإضافة إلى الجري وذلك بمشاركة أعضاء من الفريق، حيث تأتي تلك التدريبات ضمن الخطة الفنية التي وضعها سموه للوصول بالفريق إلى الجاهزية التامة قبل المشاركة في البطولة التي يأمل من خلال الفريق البحريني للترايتلون مواصلة عروضه القوية في بطولات الرجل الحديدية. ومن المتوقع أن تشهد البطولة تنافسا قويا من قبل اللاعبين المحترفين والهواة من أبطال العالم بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اعتمادها لخطة مسارات المراحل الثلاث من البطولة، حيث ستقام منافسات السباحة في خليج البحرين لمسافة 1.9 كيلو على أن تقام منافسات الدراجات على مسافة 90 كيلو. وتنتهي المنافسات بمسابقة الجري لمسافة 21 كيلومتر. وقد وضعت اللجنة المنظمة مسار المنافسات الثلاثة ليمر بالمناطق الحضرية والتنموية والتراثية في المملكة لتعريف المشاركين بنهضة البحرين القديمة والمعاصرة، وهي واحدة من أهداف إقامة بطولات الرجل الحديدي. هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركة الفريق البحريني في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي يأمل من خلالها أن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تشكل له دافعا قويا في المشاركات المقبلة، معتبرا أن تواجد الفريق البحريني في السباق سيكون له أثار إيجابية من خلال اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تعين الفريق في مشاركاته المقبلة والترويج لمملكة البحرين ومحققه من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات التنموية. وأضاف سموه أن بطولة الشرق الأوسط تعد من البطولات التي تمتلك مكانة كبيرة من بين جميع السباقات باعتباره الأقوى من كافة النواحي، حيث يؤكد فيه المشاركون قوة المنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظل ما يتمتع به المتسابقون من قوة بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب. الوتيرة زادت الحين من ناحية الضغط ومن ناحية المسؤولية أني أدي أحسن ما عندي إن شاء الله في سباق آيرون مان البحرين اللي هو بطولة الشرق الأوسط. إعدادي أقوى من إعدادي اللي سويته لبطولة العالم. الجاهزية إن شاء الله أكثر وأقوى بإذن الله. أولاً لأني أنافس في مملكة البحرين أمام الناس وأمام متابعيني وأمام يعني هالمسؤولية ذي الكبيرة في البلد، يعني الكل حاط آمال إن شاء الله أني أنا أدي أداء طيب. وثانيا على المستوى الشخصي أمنيتي أني أتأهل لبطولة العالم في كونا. أنت تعرف أنا شاركت للتوضيح في بطولة العالم لمسافة الهاف آيرون مان، المسافة النص الآيرون مان، ولكن التأهيل إلى كونا الفل هذه لحد الآن ما تأهلت عليها، وهذا حلم أنا ألاحقه وبإذن الله يتحقق إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كانت كل الأرقام مثل ما أنا أبي.